طبق سمك لوت فيليه بالسي فود، عندي بصل اخضر، ميكس سي فود مطبوخ، هريسه، زبده، كريمه لباني، بطاطس مهروسه. هياخد البطاطس المهروسه، بطاطس مسلوقه ومهروسه، ما فيهاش اي حاجه خالص، ميه بتغلي، شويه ملح، بطاطس، وايه ميكس سي فود، يعني عندي جمبري وسمك وشويه من الكلماري، بسويهم في شويه من الثوم، وبعدين هميكس بقى كل الكلام ده مع بعضه. هياخد طبعا هريسه على حسب الرغبه، هنقول يعني معلقه بالحجم ده كويس، وبعدين هياخد مكعبين زبده، حاجه بسيطه خالص من الكريمه اللباني، نقدر لو مش مبسوطين من موضوع الكريمه اللباني مع السي فود ممكن نتغاضى عنها، وبعدين بصل اخضر، نشيل الحته الناشفه دي، طبعا ينفع بصل اخضر، ينفع الشايف، اي حاجه، اي كمان خضره تانية لو عايزين، كزبره او زعتر او روزماري او اي خضره، هاخد الاخضر بس كفايه، وهنميكس كل الكلام ده مع بعضه، نخليه على جنب، ونبتدي نشتغل في السمك اللوط. اي سمك ينفع، هياخد السمك على لوح تقطيع تاني، هحط زيت زيتون، يفضل لو طاسه ما بتلزقش، لو بتلزق يبقى هنزود زيت الزيتون شويه، وما نحركوش خالص، هنتبله، تلات ارباع وقت السوى هيبقى على الجلد عشان يبقى مقرمش ولذيذ. هفرد بقى الطبق، هفرد البطاطس المسلوقه بأي شكل كده نفضله بالراحه بقى، نشيل كده واحده هنا